معانا ان شاء الله دلوقتي على التليفون الطفله الفنانه حبيبه قطب اللي فازت بجائزه ايفاك اليابانيه العالميه. مساء الخير يا حبيبه. مساء النور. اهلا بيك، ازيك؟ الحمد لله. الحمد لله يا حبيبتي. قولي لنا اشتركتي ازاي في المسابقه؟ جت المسابقه عن طريق المركز القومي لثقافه الطفل تحت اشراف استاذ محمد ناصر واستاذ سحر يسري واستاذه منى متولي. كان المسابقه موضوع حر، فبدات اشتغل على اللوحه وسلمتها للمركز القومي لثقافه الطفل، وبعد ما سلمتها تم اختيارها مع بعض اللوحات انها تمثل مصر في اليابان، وكنا اختارنا مصر اللي هي الفايزه. طيب ما كانش فيه تيمة معينة او نقول خط معين ان انتوا ترسموا فيه؟ يعني مثلا نقول بترسموا في المناظر الطبيعية، ترسموا مثلا، يعني ما فيش لاين معين كنتوا بترسموا فيه حبيبة؟ حضرتك كان الموضوع حر تماما، انت ترسمي الموضوع اللي انت عاوزاه، المقاس اللي انت عاوزاه، الالوان اللي انت عاوزاه، كان الموضوع حر. دي كانت أول مرة ترسمي خالص ولا أنت كانت موهبتك في الرسم بادية بقالها مثلا سنين؟ حضرتك موهبتي بدأت خلال فترة التعافي من كورونا سنة 2021. كنت أنا قاعدة خلال فترة التعافي، كنت قاعدة برسم أنا وماما، كانت قاعدة شايفاني فبتقولي أنت بتعملي، قلت لها أنا قاعدة برسم، فقلت لها إن أيوه أنا قاعدة برسم، فاستعجبت. يعني أنا كنت برسم ساعتها فكرة كنت مألفاها عن الكورونا بقى عشان كنت تعبانة، فحبيت انا ارسم. وقتها كنت بنت واقفه على كورونا وقدامها شمس رامية كورونا وراها، فهي بتقول انت بتعرفي تفتكري، فهو اتفاجئ. من وقتها النقطه دي ما عرفت ان انا عندي موهبه، وبدات انميها من وقتها. يعني انت يا حبيبه حولتي المحنه اللي انت فيها او التعب اللي انت فيه لنقول ايه لشيء جميل، ومن خلاله قدرتي ان انت تكتشفي وماما كمان تكتشف موهبتك. اصلا بالنسبه لي الرسم ده بالنسبه لي انا بحس كاني انا بعالج نفسي بيه بصراحه. ان الرسم بيدي حياه وثقه، بيديكي ان انت تقدري تحسي وبتقدري تتكلمي عن نفسك في اللوحه. هي الموهبة عموما، أي حد عنده موهبة هي دي الحياة، لأنها بتفرغ كل الطاقة اللي جوه كل واحد فينا. قوليلي بقى، أنت بتحبي ترسمي بالإيه، بالأبيض بالألوان الألوان الكتيرة ولا الأبيض والأسود؟ انا بحب دايما اكون متنوعه في شغلي. انا بستخدم الوان اكريليك او اي تنوع في اي انواع الوان، خشن وماستر وبعض الادوات الاخرى. اما الالوان انا بحب دايما الالوان، بحس كانها تدي حياه للوحه. او اوقات ممكن استعمل الابيض واسود، فمثلا البورتريه بحب دايما استعمل فيه ابيض اسود او الالوان، بحب دايما استعمل انواع كتيره. يعني اوقات الفنان بيزهق فبيحب يجرب حاجات كتيره جدا. جميل. لكن انتوا مفيش حد تاني في البيت عنده الموهبه دي؟ يعني ماما برضو ما عندهاش موهبه الرسم؟ عندي محمود اخويا الصغير عنده 6 سنين، ان شاء الله هيتم السبعه. موهوب ان شاء الله. جميل. بيتعلم مني. جميل جميل. انت ما سافرتيش كده اليابان، انت تم تكريمك من الدكتور نيفين الكيلاني وزيره الثقافه. انا سافرت اليابان واتكرمت هناك واوقيت الكلمه واتكلمت فيها على لوحتي، وشكرت فيها رئيس الجمهوريه، وشكرت فيها برضو مركز القومي لثقافه الطفل، واستلمت فيها جايزه ميداليه وخدت فيها شهاده. الله جميل قوي. وكان معايا برضو الدول الاخرى برضو، كنا بنتكرم مع بعض. احنا معانا اجزاء من رسوماتك وشغلك الحلو اهو معانا يا حبيبه. قولي لي عدد الدول اللي كانت مشتركه في المسابقه. كان معايا روسيا وماليزيا وصربيا وايرلندا واندونيسيا وكمبوديا وسبين وتايلاندا وفلبين ودول اخرى. لكن كدول عربيه ما كانش في غيري احنا بس. يعني المصريين رافعين العلم المصري في كل حته في الدنيا، ها؟ الحمد لله. جميل جميل قوي يا حبيبه. قولي لي بقى، ان شاء الله يعني حبيبه هتكمل بقى دراسه اكاديميه باذن الله في مثلا فنون جميله او فنون تطبيقيه، ولا انت واخده الرسم مجرد هوايه فقط؟ لا، انا الرسم ده بالنسبه لي حلم ليا ان اكون فنانه، ادخل فنون جميله، لان انا بحب الرسم وكان نفسي اطلع بيه حاجه. وان شاء الله انا حلمي ان ابقى فنانه كبيره زي بقيه الفنانين الكبار. جميل. واعلم الاطفال اطلع موهبه الاطفال و اعالجهم بيها، عشان انا بالنسبه لي ان الرسم فعلا كان حلمي ليا ان اعالج الاطفال بيه بصراحه كمان.
ربنا يا حبيبه يحقق لك كل احلامك يا رب. احنا فخورين بيكي جدا ان انت رفعتي علم مصر وشرفتينا في اليابان، لانها دوله الحقيقه ذات نقول بتتميز بالشعبها بيتميز بالحس العالي جدا والفنون الراقيه. ميرسي يا حبيبه لوجودك معانا. شكرا. شكرا.